أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين أسست نهجها الذي تسير عليه بثبات دوما، مستلهمة من قيمها الإنسانية الأصيلة ومبادئها الراسخة التي تكرس الوسطية والتعددية التي جبل عليها أبناء المجتمع الواحد، مسارا يقودها نحو استشراف المستقبل الذي يلبي التطلعات المنشودة بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وقال سموه: إننا متمسكون بقيمنا التي نعتز بها والتي كانت ولا تزال القوة الحقيقية التي نستلهم منها عزيمتنا وإصرارنا لتظل المملكة حاصنة منيعة بفضل تكاتف أبنائها المخلصين. جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله في مجلسه الأسبوعي بقصر الرفاع مساء اليوم أفراد العائلة المالكة الكريمة والوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والبلديات وعددا من رجال الدين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات الأكاديمية والفكرية والإعلامية وعددا من أفراد المجتمع، حيث رحب سموه حفظه الله برواد مجلسه الأسبوعي الذي يجسد صورا من صور التواصل والتآلف بين أبناء المجتمع البحريني وترجمة لقيمه الأصيلة وهويته. من جانبهم أثنى الحضور على حرص سموه بالالتقاء بالمواطنين والتواصل معهم وما يشكله المجلس من منصة جامعة لكافة أبناء المجتمع في صورة تجسد هوية البحرينيين التي تتميز بالمحبة والخير، منوهين بجهود تعزيز أسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من الازدهار والتقدم وتأمين الحياة الكريمة للمواطن.